السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على إجابة امتحان الحاسب الآلي محافظة الغربية عام الدراسة 2024 الترم الأول. يلا بينا. السؤال الأول هنا هو اللي أكمل الجدول بتاع الخريطة، هو مديني خريطة لحساب عدد السنوات واي بمعلومية عدد الشهور ام. هنا مديني الألجوريزم بتاعها اهيت، وهنا الخريطة، هنا كاتب لي أرقام ويقول لي حط الأرقام في الجدول هنا. تمام. طيب هنا رقم واحد، رقم واحد طبعا اللي هو شكل المتوازي، وده بيعبر في البداية عن عملية الإدخال، وأنا برمز الإدخال بالرمز input وread enter get. طيب في هنا عندي مين؟ input أول، يبقى هنا ده رقم واحد. طيب رقم اتنين ده شكل مستطيل، وشكل المستطيل بيستخدم في المعالجة العملية الحسابية. في هنا في العملية الحسابية أداة عدد السنوات بيساوي عدد الشهور على 12، يبقى ديت رقم اتنين. طيب رقم تلاتة متوازي برضه، متوازي في الأول بيعبر عن الإدخال، الآخر بيعبر عن الإخراج، الإخراج بيعبر عنه يا إما بأوتبوت يا إما برنت، أدي برنت أهيت، يبقى هنا ده رقم تلاتة. آخر حاجة الرمز الطرفي في النهاية بيعبر عن الإند أو النهاية إند. السؤال التاني، والإضاءة علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. الخاصية مالت لاين تحدد الحد الأقصى لعدد الحروف التي يمكن إدخالها في أداة النص تكست بوكس. غلط. الخاصية مالتي لاين هل الأداة متعددة الأسطر أم لا؟ لكن الحد الأقصى ده الخاصية ماكس لينث. طيب الخاصية ايتمز تحدد ما إذا كانت العناصر داخل الليست بوكس مرتبة أم لا؟ طبعا غلط. الايتم معرفة العناصر داخل الأداة، أما اللي بتقول العناصر مرتبة أم لا دي الخاصية سورتد. هناك خصائص لا يظهر أثر ضبطها على النموذج وأدوات التحكم إلا في وضع تشغيل البرنامج، طبعا صح، زي الويندوز 10 أو ستارت بوزيشن أو الشون تاسك بار. تستطيع تغيير موضع زر الأمر بوتون على النموذج من خلال الخاصية سايز. تستطيع تغيير موضع، موضع يبقى هنا اللوكيشن، أما السايز ارتفاع وعرض الأداة، يبقى هنا غلط. السؤال اللي بعده، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. النقر كليك على زر الأمر يعتبر طبعا إيفنت أو حدث. حدث. في الكود التالي بوتون 2 دوت تكست يساوي اند، بيقول لي هنا الجزء تكست يعبر عن ايه؟ طبعا اللي بعد الدوت ده على طول بعبر عن بروبرتي، خاصيه. طيب اسم الاجراء بيكون مكون من ايه؟ هل بيتكون من اسم الكائن ولا من اسم الحدث ولا اسم الكائن واسم الحدث؟ طبعا بيتكون من الاثنين، اسم الكائن واسم الحدث. اداه التحكم التي تسمح للمستخدم باختيار عنصر واحد من 15 عنصر في أصغر مساحة، عنصر وفي أصغر مساحة على طول، دي القائمة المنسدلة كومبو بوكس. طيب التأكد من خلو البرنامج من الأخطاء، ده طبعا اختبار صحة البرنامج وتصحيح الأخطاء. تعد لغة الفيجوال بيزك دوت نت كيانية التوجه، هي كيانية التوجه موجهة بالحدث، هي موجهة بالحدث كل ما سبق، طبعا ايه كل ما سبق لأنها ايه الاثنين كل ما سبق. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي اكمل العبارات الاتيه، ومديني اختيارات هنا وبيقول لي اكمل من خلالها. رقم واحد عباره عن مجموعه من الاجراءات المرتبه ترتيبا منطقيا، طالما بنسمع ترتيب منطقي ده على طول يبقى الايه الخوارزميه او الجوريزم، يبقى ده رقم واحد. رقم اثنين عباره عن اجراء يحتوي على كود يتم تنفيذه عندما يقع الحدث المرتبط به، الايفنت هاندلر. تقريبا كل امتحانات المحافظات السنه دي فيها نفس الايه، فيها التعريف بتاع الايفنت هاندلر. طيب رقم ثلاثة الخاصية نقط توضح إذا ما كان زر اختيار بديل واحد راديو تم اختياره أم لا. طبعا أنا ما عنديش إلا خاصية واحدة بس أصلا في الراديو بوتون، اللي هي الشكد، خاصية شكد اللي هي اللي بتقول لي هل تم اختيار بديل أم لا. تمام. رقم أربعة عبارة عن برامج تقوم بترجمة الأوامر والتعليمات التي يكتبها المبرمج من لغة المستوى العالي اللي هي اللغة الإنجليزية الى لغه الاله، طبعا مترجم بيترجم، هيبقى مين؟ مترجم، مترجمات كومبايلر. طيب رقم خمسه يمكن تغيير حجم اداه الليبل يدويا اذا كانت قيمه الاوتو سايز ليبل اهوت، ليبل دوت اوتو سايز هيساوي، طبعا الاوتو سايز تاخد قيمتين، اوتو سايز يعني هل الاداه تغير تلقائيا ام لا، تاخد قيمتين يا ترو يا فولس، ترو يعني تلقائيا، فولس يعني يدويا، يبقى هيبقى فولس، يبقى هنبقى هي عندي اجابه هي رقم خمسه false. طيب اخر واحده بيقول لي الصيغه العامه لضبط الخصائص ادوات التحكم برمجيا، كنترول نيم
دوت بروبرتي بيساوي فاليو، يبقى هنا اهي رقم 6 فاليو اللي هي القيمة، قيمة الخاصية. امتحان محترم جدا وبسيط جدا وسهل. اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تفوتش علينا بالاعجاب، اشترك معنا في القناه، تفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. ما تنساش موجوده عندك قائمه تشغيل فيها شرح للترم الاول والترم الثاني بالكامل، فيها عندك حلول المحافظات الترم الاول والترم الثاني، مراجعه الترم الاول والترم الثاني. بالتوفيق والنجاح دائما يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.